وجه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القائمين على أزمة شحوط البواخر السياحية وعلى رأسها النقل النهري وشرطة المسطحات المائية والسياحة بضرورة سحب رخصة أي قائد باخرة لم يلتزم بالتعليمات المحددة للسير في المجرى الملاحي الآمن بين محافظتي الأقصر وأسوان ومنعه من الإبحار مرة أخرى. وخلال زيارته أسوان طالب مدبولي باستمرار عمل الحفارات لضمان استمرار حركة المجرى الملاحي، كما تفقد معبد كومومبو وسير العمل لرفع المياه الجوفية التي تحيط بالمعبد خلال الفترة الماضية.